طب انت حاسك خلصت؟ انا يعني هو انا تقريبا انا شبه يعني بحاول ان انا ما خلصت، بس انا مخلص يعني. لا وريني، عايزه اشوف، انا نفسي جدا اتفرج، عايزك تفاجئني. انا هعمل بس حاجة صغننه كده. اوكي، ألذ حاجة في الموضوع ان انت لما بتيجي تصور اي بني ادم بتصوره او بترسمه بشكله 100%، فاهم قصدي؟ المناخير زي ما هي، العين زي ما هي، الشعر زي ما هو، كل حاجة زي ما هو لما بتيجي ترسم بورتريه يعني. بالظبط. لكن الكاريكاتير بتحس ان هو ميكس بين انه شخصيتك وشكلك. انا عايزة اشوف بقى انت النهاردة شفت شخصيتي عاملة ازاي. جميلة قبل انا أي عايزة حاجة، اشوف، انا عايزة اشوف. وشاطرة وناجحة جدا. ميرسي يا محمد. حد رسمك قبل كده؟ يس كتير، طلعت في ايه؟ ناس كل حد كان رسمني بمنظوره بوجهة طبعا. نظره طبعا، وكل حد رسمني بحالة معينة، وده شرف ليا. يمكن أكون محظوظ من المحظوظين اللي اترسموا كتير أو اترسموا من كذا رسام، منهم رسامين مصريين، منهم رسامين أجانب، ودي حاجة من الحاجات اللي دايما هفضل فخور بيها يعني. انا خلصت تقريبا خلصت؟ يعني، طب يلا انا عايزه اتفرج. يعني اتمنى ان ده ما ياثرش على علاقتنا صداقتنا. ببعض. بالظبط كده. بسم الله الرحمن. لا لذيذه جدا، تجنن، حلوه قوي يا محمد. طب اهو انتوا شفتوا معايا يا جماعه شبهي؟ يعني اكيد انتي فظيعه اجمل بجد، عجبتني جدا. ده شرف ليا. ميرسي يا محمد. انا عايزه اقول لك ان انا هعلقها في البيت يعني عندي. ده شرف ليا وده الرسمه. ميرسي يا محمد. محمد بجد ايه ميرسي على الصوره الحلوه ده دي، ولا اي و حاجه. بشكرك على وجودك معانا النهارده، واحنا استمتعنا جدا معاك. انا انا شخصيا اكتر طالعه برسمتي فمبسوطه. يعني، هو انا كمان حقيقي مبسوط ان انا كنت موجود معاكم، حقيقي فعلا البروجرام جميل وانتي جميله ربنا يخليك وروحك يا جميله، محمد. وما شاء الله يعني دي حاجه يعني فعلا من الاوقات الجميله اللي انا قضيتها هنا. ميرسي يا محمد، من ذوقك تشرفتنا ونورتنا. ربنا يخليكي. ميرسي. ميرسي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. باي باي.